قرار شراء اللابتوب أصبح من القرارات الصعبة جدا في الوقت الحالي، وده نتيجة الأحداث الاقتصادية اللي حصلت الفترة اللي فاتت، وطبعا ما بقاش في حد عارف يشتري لابات أساسا، ونتيجة إن في أصناف وأنواع كتير جدا موجودة في السوق، الجديد والاستيراد والحاجات اللي أنت ممكن ما تكونش عارفها أساسا. عشان كده قلت أعمل لك الفيديو ده النهاردة وأعمل لك مقارنة بين أفضل 3 لابات استيراد ممكن يساعدوك في البرمجة، في المونتاج، في الجرافيكس، في البرامج الهندسية، في أي حاجة ممكن تحتاجها. المقارنة هتساعدك بشكل كبير إن أنت تعرف إيه اللاب الأنسب ليك أنت، لأن كل واحد بتبقى فيه عنده مواصفات وحاجات مختلفة، فلما تعرف الفروقات ما بين كل جهاز ده هيساعدك بشكل كبير. المقارنة النهاردة ما بين 3 أجهزة مهمين جدا، وهم HP ZBook G5، ديل 5530، وديل 3530. لو انت حابب ان انت تشتري فعلا حاجة وتعيش معاك وتطول معاك، فانت مش هتخرج من الثلاث أجهزة دول. فيلا بينا نشوف الحاجات اللي معنا في المقارنة. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا علي شاهين، سوفت وير تيم ليدر وتكنيكال كونسلتنت والمدير التنفيذي لشركه اي تي ليجند. لو انت عايز تستفيد من خبراتي في البرمجه وفي البيزنس وفي الحياه، اشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها، وانا وعدك انك لما تشترك هتحس فرق كبير. ايوه، في كل الحاجات. لو انت عايز تدخل مجال البرمجه وتتعلمه وتوجد لنفسك دخل بالدولار، هتلاقي في الديسكربشن سايب لك لينكات كتير قوي هتساعدك ان انت تتعلم المجال ده، بالاضافه لكورساتي المجانيه وكورساتي المدفوعه ومعلومات التواصل بتاعتي اللي من اهمها جروب التليجرام. ايه احسن 3 اجهزه استيراد موجودين في السوق، واكتر اجهزه ممكن تدي لك اداء محترم مقابل السعر بتاعها؟ HP ZBook G5، ديل 5530، ديل 3530. عايزك في اخر الفيديو تكتب لي ايه اكتر جهاز عجبك فيهم، ده اولا. ثانيا، لو عندك جهاز تاني وحابب ان احنا نوفره لك او تاخد راينا فيه، اكتب لنا برده في الكومنت رقم الجهاز واحنا نساعدك. بالاضافه ان انا عاوزك تعرف ان كل الاجهزه دي متوفره عندنا، ممكن تطلبها من عندنا عن طريق رقم الواتساب الموجود في الديسكربشن. بندي اعلى ضمان واعلى جوده لاجهزه فرز اول موجوده في السوق، وخدمه مننا لمتابعينا وحبايبنا اللي موجودين معانا على القناه. في البدايه يا صديقي العزيز، لازم نتكلم عن التصميم والشكل الخارجي للجهاز. ما مش معقول هتدفع رقم كبير طبعا في جهاز ويكون الشكل والتصميم بتاعه مش احسن حاجه او مش انسب حاجه بالنسبه لك. نبتدي مع بعض. لما نبتدي نتكلم عن الشكل الخارجي، خلينا الاول نزق الجي 5 كده ونتكلم الاول عن ال 3530. ال 3530 من الاجهزه الاقتصاديه شويه. لما تبص للجهاز من بره هتحس ان تصميمه يعني كويس، تحس ان هو لابتوب بس حاجه بزنس قوي، يعني مش هتحس بحاجه مميزه قوي في التصميم بتاعه، هتحسه جهاز عادي شويه ما فيهوش حاجه مميزه جدا. الماتيريال بتاعته برده مش اقوى ماتيريال في الورك ستيشن، هو تقريبا كلها بلاستيكات وكربون وحاجات زي كده. اللي هيلفت انتباهك بس ان انت هتحس ان انت ماسك حاجه قويه شويه، القوه والمتانه بتاعتها مختلفه عن الاجهزه اللي انت بتشوفها في الاجهزه الجديده، ده اللي انت هتحسه مباشره يعني. طبعا هتلاقي في الناحيه دي مخرج يو اس بي، والناحيه الثانيه برضو نفس الكلام، مخرج يو اس بي واتش دي ام اي، والشاحن بتاعه بيكون في الجزء الخلفي من الجهاز، والجهاز كله على بعضه هتحس ان انت واخد تصميم عادي بس ماتيريال مختلفة شوية عن الطبيعي. ده بالنسبة للجهاز ده، وطبعا ده تصميم طبيعي جدا لجهاز اقتصادي ما بيكونش غالي قوي يعني. لما نيجي نتكلم بقى عن اخوه الجميل ال 5530. ال 5530 بصراحة من الاجهزة اللي تصميمها بيعجبني جدا، لان تصميمها مختلف عن اي جهاز. اول حاجة الشاشة بتاعته فريمليس، الشاشة شكلها صغير جدا وفي نفس الوقت هي 15:6 برضه، فانت لما تبص للجهاز هتحس ان انت كأنك ماسك كتاب. ايه ده؟ صغير جدا، حجمه بسيط جدا، والحواف بتاعته كده فيها زي حاجه كده سيلفر كده موجود عليها، فشكله مميز يعني، جهاز شكله مميز. يمكن مش هتلاقي الشكل ده غير في الفئه بتاعت ال 55، اللي هي 55 20 55 30 وهكذا. لكن طبعا عشان يصغر لك حجم الجهاز ده، جه على الكيبورد، ان الكيبورد مش جايه فول كيبورد، يعني مش جايه بالنمباد اللي موجوده، جايه بس بالارقام اللي موجوده فوق. وطبعا الكيبورد فيها باك لايت زيها برضو زي ال 35 30 نفس الكلام. لكن يعني هو طبعا عمل تصميم الكيبورد بشكل عبقري
عبقري كبر لك المساحة دي وصغر لك الجزء ده والجزء ده، فمدي لك experience كده في التعامل مع الكيبورد ومع الشاشة، يعني حاجة فعلا تحس ان هو بريميوم جدا، يعني تحس ان انت لو انت ماسك الجهاز ده وماشي بيه، لا انت ماشي بجهاز شيك وشكله فعلا محترم. لما نيجي بقى للكينج الكبير بتاعهم اللي انا سيبته للاخر، الزد بوك جي 5. الزد بوك جي 5 بقى يمكن اكتر تصميم مميز فيهم. اول حاجه بتميز التصميم بتاعه ان هو كله ميتال، عكس مثلا ال 5530 اللي هو كله ميتال، لكن الجزء ده اللي قدام ده هتلاقيه كربون، فبالتالي مش كله ميتال، يعني يمكن الحته دي مش فارقه كتير، بس بتفرق طبعا قوه استحمال الجهاز والكلام ده كله، هتفرق معاك في حاجات تانيه فيما بعد. يعني طبعا الجهاز فول كيبورد، الجهاز هتلاقي الكاميرا بتاعته فوق، فطبعا دي حاجه بالنسبه لي بتكون مريحه، عكس ال 5530 اللي هتلاقي الكاميرا بتاعته بتبقى موجوده تحت، اللي هو لو انت بتعمل مثلا كونفرنس كول مثلا ولا حاجه، بتلاقي نفسك عمال بقى تعمل كده وتوطي وتعمل حاجات غريبه كده عشان تخلي الكاميرا تجيبك يعني مظبوط. الجهاز نفسه لما تيجي تبص عليه من بره، لما تيجي تبص عليه من هنا من كل الاتجاهات، لا هتحس ان الجهاز الماتيريال بتاعته فعلا قويه جدا، وهو اقوى ماتيريال في الثلاث اجهزه. وكتصميم بشكل عام اكتر تصميم تحس ان هو بريميوم، واكتر تصميم يحسسك ان اللاب فعلا ثمنه فيه، يعني تحس ان اللاب غالي مش رخيص. يعني في ناس بتحب التصميم بتاع الزد بوك وناس بتحب التصميم بتاع ال 5530، الاثنين حلوين، لكن انا بشوف ان يعني اقوى تصميم فيهم ولما نيجي نتكلم بالورقه والقلم هو الزد بوك، ثم ال 5530، واقلهم هو ال 3530. نقطه ثانيه مهمه جدا هنتكلم عنها وهي وزن الاجهزه. لما نيجي نتكلم عن ال 3530 فهو اخفهم وزنا، طبعا وزنه 2.3 كيلو، وزنه خفيف جدا يعتبر، يعني لو حطيته في شنطه مش هتحس بيه اصلا، بس ما يغركش الوزن الخفيف لان هو كله مصنوع من الكربون والبلاستيكات، فطبيعي يكون وزنه خفيف. ورك ستيشن او كل حاجه، بس الماتيريال بتاعته اقل سيكه من الماتيريال بتاعه اجهزه الورك ستيشن بشكل عام. يعني لما نيجي نتكلم بقى عن ال 5530 فهو وزنه 2.4 كيلو، يعني اتقل 100 جرام من 3530، لكن بقى التقل منه فيه بصراحه لان هو كله معدن والماتيريال بتاعته قويه جدا، وفي نفس الوقت حجمه صغير وشكله بريميوم. بصراحه انا شايف ان ال 5530 من حيث الوزن هو افضل جهاز للناس اللي ما بتحبش تشيل كتير، وافضل جهاز مثلا لبنوته مثلا بتروح الكليه ومش عايزه تتعذب وهي شايله جهاز تقيل. اما لما نتكلم بقى عن الجهاز الجميل اللي هو الزد بوك جي 5 فهو اتقل منهم كلهم، لان 2.7 يعني 2.7 كيلو، فطبعا اتقل شويه واتقل بشكل واضح. لو انت مسكت الاثنين بايدك هتحس ان انت ايدك بتوجعك وانت ماسك الزد بوك، فرق طبعا ما بين الاثنين، لكن برضه هو تقيل لان الماتيريال بتاعته تقيله، ولانه هو يعتبر جهاز يستحمل اكتر برضه بشويه من الاجهزه الثانيه. ويعني ايه يستحمل برضه؟ يعني مثلا الخبطات، الصدمات، الحاجات اللي زي كده، هتلاقي ان الكلام ده ما بيأثرش في الزد بوك زي ما بيأثر في الجهازين دول. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن الشاشة ودقتها والالوان بتاعتها، ودي حاجة الحقيقة مختلفة بين التلات اجهزة مع بعض، وتفرق معاك لو انت ناوي مثلا تشتغل في الجرافيك، او انت مثلا بتشتغل في برامج هندسية وبتفرق معاك الحاجات البسيطة اللي زي دي، فهتكون نقطة مهمة بالنسبة لك. لما نمسك بداية من ال 3530، الشاشة بتاعته LED، شاشة عادية جدا، مش هتحس ان انت شايف اي حاجة مميزة ولا اي حاجة فيها يعني اشتغالات كبيرة جدا. شاشة 1080، شاشة لابتوب عادية تشتغل عليها وانت مرتاح، الوانها جميلة، السطوع بتاعها كويس وكل حاجة، لكن اللي انا بتكلم فيه انك مش هتحس ان انت شايف حاجة مميزة، انت شايف حاجة عادية. وبرضو اجين ده طبيعي لجهاز يعتبر اقتصاد شوية من فئة الورك ستيشن. لما نيجي بقى نتكلم عن اخوه بقى التاني، ال 5530، ويمكن ده من اكتر الحاجات المميزة فيه الشاشة بتاعته. يعني بصراحة درجة سطوع الالوان اللي موجودة في الشاشة والامكانيات بتاعتها وجمالها انا يمكن ما شفتوش على اجهزة كتير من الاجهزة الجديدة. يعني انا ليا ناس اصدقائي اشتروا اجهزة جديدة زي HP Vectus وزي Lenovo Legion وحاجات زي كده، اجهزة جديدة لكن الشاشات بتاعتها حرفيا مش بجمال الشاشة بتاعت ال 5530. لو حد بيشتغل جرافيك ديزاين، لو حد بيعمل مونتاج كلام من ده، انا شايف ان الجهاز ده شاشته فعلا هتقدم يعني فاليو عالية جدا لحد زي كده، خصوصا ان الشاشة بتاعته فيها ميزة مش موجودة في الجهازين التانيين، وهي ان هي تاتش سكرين. والتاتش سكرين يمكن في ناس كتير بيحبوها، وانا ممكن اكون ما بكونش معجب قوي بالتاتش سكرين في اللابتوب بشكل كبير، لكن مع جهاز زي ده، جهاز حجمه صغير، تحس ان هو نوت بوك اصلا، فتحس ان التاتش سكرين هنا ليه معنى. فبصراحه الشاشه بتاعت ال 5530 يعني بتعجبني بشكل مش طبيعي. لما نيجي نتكلم عن شاشه الزد بوك، شاشه الزد بوك جميله، الوانها تحفه جدا، حلوه، عجباني، درجه السطوع بتاعها احيانا بتكون اعلى من درجه السطوع بتاعت ال 5530، لكن لا تزال شاشه ال 5530 بصراحه انا يعني معجب بيها اكتر وحاسسها اجمل. يعني طبعا الزد بوك بينزل منه احيانا نسخ تاتش سكرين
سكرين، لكن الغالب مش بينزل تاتش سكرين. هكذا برضو ال 35 30 ساعات بينزل تاتش، بس في الغالب مش هتلاقي تاتش. انا شايف ان انت لو ناوي تجيب شاشه تاتش، ال 55 30 بصراحه هيعجبك جدا، وهو افضل شاشه فيهم كلهم يعني. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن الجزء المهم اللي بيهم كل واحد فيكو جدا جدا، وهو الاداء. الجهاز ده هيقدم معانا ازاي، ويا ترى اجهزه استيراد هتدينا نفس الاداء بتاع الجديد وهتنفع معانا في المجالات المختلفه ولا لا؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. الاداء والامكانيات، طبعا التلات اجهزه بيجوا بنفس البروسيسور. طبعا زي ما انت عارف احنا كناس بنهتم بشغل البرمجه او الاعمال الهندسيه او الجرافيكس، احنا بنهتم بالبروسيسور والقوه بتاعته. كلهم بيجوا ببروسيسور 8850 اتش جيل 8، ودي حاجه هايله جدا. الجهازين دول ال 55 30 والزيت بوك بيجوا برامات 32، والجهاز ده بيجي برامات 16 تقدر تعليها لرامات 32. كلهم بيجوا بهارد اس اس دي 512، ما عدا الجهاز ده بيجي معاه هارد 1 تيرا هارد ستورج. هنا تقدر تركب هارد 1 تيرا عادي جدا، لو انت عايز تزوده مفيش مشكله تقدر تزوده. هنا لو حبيت تزود هارد 1 تيرا هيبقى عندك مشكله شويه، لان الجهاز اصلا حجمه صغير، فبالتالي عشان تزود ال 1 تيرا لازم تصغر البطاريه، ودي حاجه هنتكلم عنها كمان شويه لما نيجي نتكلم عن البطاريه. كامكانيات هم مش بعاد عن بعض. عندي بس حاجه مميزه في الزيت بوك عنهم كلهم، ان الزيت بوك بيستحمل رامات لحد 128 رام. طبعا دي حاجه تحفه جدا في الزيت بوك، بتخلي عندك امكانيه ان انت تسكيل الرام بتاعتك على قد ما تقدر، على عكس الجهازين دول اللي الرامات بتاعتهم اخرها 32. فطبعا دي يمكن ليميتيشن شويه وميزه للزيت بوك. طبعا لما جينا نجرب الاداء بتاعهم في البرمجه كلهم الثلاثه مدين اداء محترم جدا. لما جربنا ادائهم في المونتاج، في حاجه مهمه جدا محتاج اقول لك عليها بالنسبه للمونتاج. كمونتاج هتلاقي ان الزيت بوك وال 55 30 هيدوا لك اداء اعلى شويه من ال 35 30. ليه؟ لان ده كارت الشاشه بتاعه اقل. ده بيجي بكارت شاشه كوادرو، بيجي بكارت شاشه نيفيديا كوادرو بي 600، ده بيجي بكارت شاشه نيفيديا كوادرو بي 2000، وده لو هو تاتش سكرين هيجي بنيفيديا كوادرو بي 2000، نفس الكلام بتاع الزيت بوك. لكن لو هو مش تاتش سكرين في الغالب هيجي لك بكارت بي 1000، طبعا هيكون اقل شويه، فايه هتلاقي الاداء منخفض معاك شويه في المونتاج. منخفض قد ايه؟ مش منخفض كتير قوي، بس هيفرق معاك وانت بتفتح مثلا بروجكتس مثلا كبيره او بتعمل حاجات كتيره او كلام من ده. نفس الكلام هينطبق على الاعمال الهندسيه، اللي هو لو انا مثلا بفتح مشاريع كتير على الاوتوكاد او كلام من ده، فهلاقي ان ال 55 30 والزيت بوك هيدوني اداء في الحته دي اعلى شويه من ال 35 30، اللي هو يمكن بيبقى حلو قوي في البرمجه عن الحاجات بقى اللي فيها ضغط جامد على كارت الشاشه بالنسبه للاعمال الهندسيه او بالنسبه للحاجات اللي فيها مونتاج. لما نيجي نتكلم بقى عن الالعاب، ما احنا ما ينفعش ننسى برضو حبايبنا يعني اللي بيحبوا يلعبوا، ما احنا ما بنجيبش الجهاز عشان نشتغل بس، كلنا بنحب نلعب يعني برضو معلش. فهتلاقي ان الثلاث اجهزه هيشغلوا معاك بيس 21 مفيش مشكله خالص، هيشغلوا معاك نيد فور سبيد عادي جدا باعلى اعدادات. بصراحه ما جربتش اي حاجه اكتر من كده، مش عايز افتي يعني، بس هو هيشغل معاك العاب بنسبه كويسه، مع العلم ان دي اجهزه مش موجهه للجيمنج، دي اجهزه بزنس، فبالتالي مش هتبقى معاك في الجيمنج بالشكل اللي انت متخيله. الكيبورد بتاعتهم التكه بتاعت الكيبورد مش تكه بتاعت جيمنج. الشاشه بتاعتهم هتلاقيهم 60 هرتز، فبالتالي مش هيديك الريفرش ريت اللي انت ممكن تكون محتاجه في الجيمنج. الحاجات دي عشان تاخدها هتدفع طبعا ارقام اكبر من كده بكتير يعني. النقطه المهمه جدا اللي ناس كتير بتحب تسال عليها، هل الاجهزه دي بتسخن؟ هل السخونه بتاعتها بتكون شديده وبتاثر على حاجه في الجهاز ولا لا؟ مبدئيا يا صديقي انت بتتكلم عن ورك ستيشنز. ورك ستيشنز يعني انت بتتكلم عن مروحتين في كل جهاز، ودرجه التبريد اللي موجوده فيه بتبقى احسن كتير جدا من الاجهزه الجديده. لكن خليني اقول لك بالورقه والقلم ان اكتر جهاز يدي امكانيات في التبريد المفروض الجهاز ده الجي 5، ده المفروض اكتر جهاز يدي تبريد كويس، واقل جهاز فيهم يدي تبريد المفروض الجهاز ده اللي هو ال 35 30. حلو كده؟ طيب دي حقيقه، ده فعلا اقل جهاز فيهم بيدي تبريد يعني ما اختلفناش. لكن عن تجربه لقيت ان الجهاز ده ال 55 30 التبريد بتاعه احسن من الزيت بوك، ودي انا ما اعرفش ازاي يعني، دي عن تجربه. لما ضغطت على الجهازين لقيت ان الجهاز ده التبريد بتاعه احسن، ما بيسخنش زي الزيت بوك، وما بيوصلش لدرجات حراره عاليه قوي، وفي نفس الوقت يعني دايما تحس ان الجهاز مش ما بيلسعكش يعني ولا حاجه، مع ان هو المفروض ان هو كامكانيات يديلك تبريد اقل من الزيت بوك، لكن يعني بصراحه هو يكسب.
55 30 يكسب في التبريد. والزيب بوك مش هقول لك ان التبريد بتاعه وحش فاللي هو تخاف منه ولا تقلق منه، لا تبريده كويس، بس مين احسنهم في التبريد؟ 55 30. ده اقل شويه في التبريد نتيجه للماتيريال بتاعته طبعا وللتفاصيل بتاعته، فده شيء طبيعي يعني. البطاريه بقى، هل الاجهزه دي بطاريتها كويسه ولا هتتعبنا وتوجع قلبنا؟ بص يا صديقي العزيز، هنبدا بال 35 30. بطاريه عاديه جدا جدا، وكعاده اي لاب استيراد هيقعد معاك من ساعه ونص لساعتين. وطبعا لازم تجرب البطاريه كويس، ولو البطاريه فيها اي مشكله فانت بترجع للي انت اشتريت منه وبتخليه يغيرها لك او بتخليه يظبط لك الدنيا، ده طبعا لو كان في ضمان كويس مع الناس اللي انت بتتعامل معاهم. ال 55 30 البطاريه بتاعته انا بصراحه كنت متوقع انها تبقى احسن من كده او تبقى اقوى من كده، لكن للاسف الشديد بطاريته بتقعد ساعه ونص ساعتين بكتير جدا للبطاريه الكبيره. ولما جيت انا بقى، انا من الناس اللي بحب اركب هارد 1 تير، شلت البطاريه الكبيره وحطيت بطاريه صغيره وقلت يلا بقى انا ونصيبي، حتى لو خدت ساعه في البطاريه مش مشكله. اتفاجئت ان البطاريه الصغيره بتقعد وقت اكتر من البطاريه الكبيره، معرفش ليه يعني. طبعا بكلمك عن تجربتي، البطاريه الصغيره بتاعته بتقعد حوالي ساعتين، فبالتالي انت مش هتخسر اي حاجه لو غيرت البطاريه وركبت هارد 1 تير بالمناسبه يعني، لكن ستيل ما كانش مديني اللي انا متوقعه منه كبطاريه. وبالمناسبه لما نيجي نتكلم عن العيوب هتكلم تاني عن جزء البطاريه دي، هنتكلم عن العيوب بتاعت كل جهاز كمان شويه. بالنسبه للزد بوك جي 5 هو اقل جهاز بيجي لي منه مشاكل في البطاريه ايفر من اول ما اشتغلت في موضوع الاجهزه ده يعني. بصراحه بطاريته بتقعد لحد 3 ساعات، حاجه هايله جدا. جهاز استيراد بطاريته بتقعد ل 3 ساعات يعني، دي حاجه تحفه بصراحه. انا معجب جدا ببطاريه الجي 5. النقطه الثانيه المهمه وهي الشواحن. بالنسبه للشواحن ده بيجي الشاحن الاصلي بتاعه بيبقى 130 واط، بيشحن لك اللاب في حوالي مثلا ساعه ونص ولا حاجه. ده بيجي الشاحن الاصلي بتاعه برده ب 130 واط، بيشحنها برده في حوالي برده ساعه ونص واحيانا بيكون اكتر يعني. الشحن في ال 55 30 بيتاخر شويه عن ال 35 30. بالنسبه للزد بوك بيجي بشحن 180 واط الشحن الاصلي بتاعه، وبيشحن الجهاز في خلال ساعه، فدي ميزه بصراحه حلوه للزد بوك. وملحوظه مهمه جدا وانت بتبص على الشواحن، اوعى تاخد شاحن فيه كونفرت، الشاحن يبقى وصله واحده مباشره، ما تاخدش اللي هي التوصيله دي، بتعمل مشاكل كتير فيما بعد. وعايز اقول لك ان في تجار كتير جدا بيضحكوا على الناس وبيديهم الشاحن الكونفرت ده، للاسف الشديد فانت كده واخد شاحن فيه مشكله. لا، ما تاخدش شاحن فيه كونفرت، وما تاخدش غير الشاحن الاصلي، ما تاخدش شاحن كابي لان هيبوظ منك وهتغيره، فمش مستاهله يعني. انا عارف يا صديقي ان انت قاعد دلوقتي وكل اللي بيدور في دماغك هي المشاكل، يا ترى الاجهزه دي مشاكلها ايه؟ يا ترى الجهاز ده هيبوظ مني امتى؟ ويا ترى ايه الاعطال الكومن اللي بتحصل مع كل جهاز من دول؟ بما اننا شغالين بقالنا اكتر مثلا من 6 7 شهور وبعنا عدد كبير من الاجهزه، فانا هكون صادق جدا معاك واقول لك كل جهاز ايه المشاكل اللي بتيجي منه، عشان وانت بتشتريه تكون عارف كويس جدا انت ايه المشاكل اللي انت ممكن تتوقعها. جينا للجزء المهم بقى بتاع العيوب، نمسك كل جهاز ونقول العيوب بتاعته. الجهاز ده لحد دلوقتي بالنسبه لي عيبه الوحيد هو موضوع السخونه، ان هو بيسخن شويه، وان هو الماتيريال بتاعته مش ماتيريال ورك ستيشن، لكن انا مش شايفها ماتيريال وحشه يعني، مش شايفها حاجه وحشه ولا حاجه يعني ايه مزعجه ولا تضايقني. واحيانا لما بتضغط عليه قوي بتلاقي ابتدت تطلع منه اصوات غريبه يعني، تفهمنيش غلط يعني، اصوات غريبه من الجهاز يعني. لكن غير كده ما شفتلوش اي عيوب خالص، والجهاز ده لما ببيعه ما بيرجعليش كتير، ودي حاجه بصراحه تقول ان الجهاز نفسه كجهاز كويس. لما نيجي بقى لل 55 30، فاول عيب اتكلمت عنه من شويه هو موضوع الكاميرا، ان الكاميرا بتبقى من تحت، فبالتالي وانا بعمل مثلا فيديو كول مثلا او كلام من ده، لو انا بحب اشغل الكاميرا وانا اصلا ما بعتمدش على الكاميرا بتاعت اللابتوب بس بكلم الناس اللي بتعتمد على الكاميرا، فهتحس ان انت ايه عمال تعمل كده وكده وكده عشان تظبط نفسك على الكاميرا، فمش احسن حاجه ان انت ممكن تاخدها من الكاميرا يعني. تاني نقطه موضوع ان ما فيش نام باد، ففي ناس ممكن تكون بتحب النام باد اللي هي الجزء بتاع الارقام اللي بيبقى على الجنب ده، لو انت بتحبه فده بالنسبه لك هيكون عيب. الجزء الثالث بقى وهو الجزء الاهم بصراحه، وهي البطاريه. الجهاز ده من كتر ما هو بيرجع لي عشان البطاريه، بقيت انا اول ما بجيبه بغير له بطاريه يعني مبدئيا عشان ما يرجعليش يعني. يا موضوع البطاريه بتاعته هي اكتر شيء مزعج فيه، دي نقطه. تاني نقطه، الجهاز ده برضو تخلي بالك منه ان هو تحاول تعامله معاملة آدمية شوية، ما يتخبطش منك من هنا الأجزاء اللي ورا دي، لو اتخبط منك من هنا يعني إيه بيبقى الجهاز شكله مش أحسن حاجة، فأنت ده لو هتجيبه ده جهاز كده دلوعة يعني، دلعه كده وابسطه يعني إيه، ما تضايقوش يعني، يعني دلعه على قد ما تقدر يعني. هو جهاز بريميوم أنت جايبه عشان شكله وعشان جماله وإمكانياته طبعًا، ما تجيبش حاجة عشان شكلها وبس يعني. طيب الزد بوك جي 5 عيوبه إيه بقى؟ والله العظيم مش لاقي له عيوب، أنا مش لاقي له مش لاقي حاجة أقولها عيوب في الجهاز ده. الجهاز ده أقل جهاز بيرجع لي من ساعه ما اشتغلت، ما بيرجعليش الجهاز ده خالص يعني. انا مش شايف فيه عيوب بصراحه خالص، غير ممكن يكون وزنه ان هو ممكن يكون تقيل سيكه يعني، لو كان هو اخف من
كده شويه بصراحه كان يبقى بالنسبه لي حاجه هايله، لان انا من الناس اللي بعشق الاوزان الخفيفه. بس يمكن ده العيب الوحيد اللي انا شايفه فيه بصراحه. في عيب تاني برضو، ان انت وانت ماسك الجهاز، يعني انا ببقى متوقع ان انا هفتح الجهاز من هنا، في حين ان الجهاز بيتفتح من هنا. طب المفروض دي تكون الظهر، يعني حته كده في الاكسبيرينس نفسها، اللي هو انت مش فاهمه يعني. انا هفتحك من هنا ولا هفتحك من هنا، يعني غريبه شويه. بس يعني عيوب خفيفه وبسيطه، وهو جهاز بصراحه كينج، يعني جهاز هايل بصراحه، ومن اكتر الاجهزه اللي بتتباع عندي، ومن اكتر الاجهزه اللي ما بترجعليش ابدا تحت اي ظرف يعني. طبعا اكيد يا صديق اللي بيجي في دماغك دلوقتي الاسعار، الدولار غلي، الاستيراد واقف، مفيش لابات، مفيش فلوس، هنجيب منين، الاسعار ايه، الحاجات الجميله اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي كلها اسعارها رايحه فين، مقارنه بالجديد الدنيا اخبارها ايه، ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. كلكم مستنيين السعر. طيب ده كلام جميل. اول حاجه خلينا نبتدي بالجهاز الجميل ده، ال 3530. الجهاز ده جيل تامن، برامات 16، هارد 512، بيتباع دلوقتي في حدود ال 16000. طبعا اوعى تاخد الاسعار اللي انا بقولها دلوقتي دي مسلم بيها، لان الاسعار بتتغير عندنا في مصر بشكل غير عادي، فانت لازم دايما تسال على السعر. يعني السعر اللي بقوله لك دلوقتي ده سعر النهارده، بكره هيبقى بكام معرفش، انا اصلا مش عارف، لو نزلت الفيديو متاخر ممكن السعر يتغير، الله اعلم. يعني سعره 16000 بالامكانيات دي بجد بجد يا جماعه لقطه، يعني لقطه ان انت تاخد جهاز جيل تامن بنفس امكانيات الاجهزه دي بس بسعر اقل، بتضحي شويه بالماتيريال، بتضحي شويه بكارت الشاشه، بس بتكسب جهاز بسعر تحفه. فيعني انا بالنسبه لي بصراحه عاجبني جدا جدا سعره بصراحه. الجهاز ده ال 5530 سعره دلوقتي بيتراوح من 19000 ل 20500 حسب بقى ايه تقلبات السوق والكلام ده كله، بس السعر الافرج بتاعه 20000 بتاتش سكرين 4K، الشاشه بتاعته 4K تاتش سكرين، هارد 512، برامات 32 مش رامات 16 طبعا زي اخينا اللي جنبنا ده. طبعا الجهاز ده الكينج اللي الناس كلها بتدور عليه والناس كلها بتحاول تجيبه، لذلك يعني سعره يمكن مرتفع شويه، سعره 21000 جنيه، لكن هو بصراحه ثمنه فيه. يعني انت لو عايز تجيب جهاز فعلا بريميوم متكامل، جهاز متكامل بقى شكل واداء وبطاريه، شاحن محترم، فيه كل الامكانيات اللي انت ممكن تحتاجها، فالجهاز ده جهاز محترم جدا، برشحه بمنتهى القوه للناس اللي عايزه يعني ايه تجيب من الاخر. ارشح الجهاز ده للناس اللي بتحب الاوزان الخفيفه، الناس اللي ما بتحبش تشيل كتير وبتحب يعني جهاز شكله برضو جميل وحلو. يعني انا شخصيا اخترت الجهاز ده للسبب ده بصراحه، لان انا ده يفرق معايا، لان انا بروح اجتماعات كتير وبنزل كتير من المكان اللي انا فيه، فيهمني قوي يعني ان انا يكون معايا جهاز بالشكل ده. وارشح الجهاز ده لحد يعني ايه معهوش فلوس كتير وعايز يجيب جهاز امكانياته كويسه يشتغل معاه ويشغله ويقدر ان هو يعمل بيه اي حاجه عنده في الكليه، بالذات المبرمجين، لان هو حلو قوي مع المبرمجين وحلو قوي برضه مع الناس بتوع البرامج الهندسيه. مونتاج هيكون حلو بس لو انت راجل ادفانسد وبتشتغل قوي وبتحرق قوي في المونتاج، لا خليك في دول، يعني دول هيكونوا احسن لك. انا الناس اللي عندي بصراحه شغالين في المونتاج، واحد شاريله ده وواحد شاريله ده عشان اريح نفسي. وبالذات الجهاز ده كمان في ميزه زي ما كنت بقول لكم، هو خفه الوزن، لو انت حد مونتير بتتحرك في اماكن كتير، بالاضافه للشاشه ال 4K والالوان الجميله اللي هتمتعك بصراحه وانت شغال. فاتمنى تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا في المقارنه الحلوه دي، واتمنى يكون كل واحد فيكم قدر يحدد الجهاز اللي هو يقدر ينزل يشتريه بكره. نصيحه من اخوك الكبير، لو ناوي ان انت تشتري ما تتاخرش، لان الاسعار عماله تغلى وتولع، ودفعه الاجهزه الجديده احتمال تكون اغلى. لو حابب ان انت تطلب الاجهزه دي مننا، في رقم واتساب موجود في الديسكربشن، تقدر انك تدخل وتطلب الجهاز اللي انت عاوزه، يوصلك شحن في اي مكان في مصر، او تيجي تستلمه من مقر الشركه بافضل ضمان، باعلى جوده، فرز اول ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جاي. سلام عليكم.